مونسينيور جميل مبارك بحلقه على التلفزيون بيقول انه موسى لما طلع من مصر وصل على ارض فلسطين، ربنا بيفرجيه الارض وبيقول له انت ما بتفوت عليا، بيفوت عليا هارون ويشوع بن نون. موسى بيلتفت بيلاقي على شماله جبل اخضر، بيقول له وهذا، بيقول له ربنا ابعد ناظريك عنه، لا انت ولا الذين من بعدك، انه وقف لي. يعني هاي الارض وقف لمين؟ لا الله. هيدي قديش في دول حدنا تغيرت اسمائها، سوريا مثلا كانت بلاد الشام، العراق بلاد ما بين النهرين كذا، لبنان بعده لهلا لبنان، وبعده ارض وقف لله. ومثل ما الله اجى وعهد الدنيا وتعذب، كمان اللبنانيه بدهم يتعذبوا، ولانه هو اجمل شيء بالدنيا كل الدنيا عينه عليه. والمتين قلت لك مرة الماضي هي مصغر لبنان، ونفس الخبرية. هلأ كل إنسان بحب ضيعته إجباري، لأنه هيدي بتنشأ مع ال... بتنشأ مع يعني حب أول شيء الحي، ضيعة البلد بيستشهد كرمالهم. يعني أنا إذا حكيت عن المتين يعني بحبها هالقد، مش انه شيء مش طبيعي، شيء طبيعي، لانه كل انسان بيحكي عن ضيعته قد ما هو بحبها. هلا انه بالنسبه لي انا بحبها زياده، ليه؟ انا من المتين هاي الارض كلها هون، كان عمري في 4 سنين كنت هون، صار عمري 63 وبعدني هون، بين هون وبين المتين وبين الشجره وبين الحيط وبين صنين من هون والزعرور من هون. انت هون شقفه، هذا الجسم اللي حامله من تراباته، العرق اللي بينزل بيسقي شجرة. المزارع أكتر إنسان عنده أمل، كل إنسان ممكن بلحظة صار في خطر يهرب إلا المزارع، آخر واحد بفل من أرضه ويمكن بيموت وما بفل. هيدي بالنسبة لي كمزارع. بالنسبة للمتين جد هي ضيعة مميزة، مع كل اللبنانيات اللي فيها هي ضيعة مميزة. لمتين فيها من السفيلة لحدية فوق مشيخة، أول لمتين منطقة بحدود 1,000,000 متر حرش قريبا، إذا الله راد تسمعوها محمية لمتين. بتصير اللي ببيروت بده 10 دقايق بيطلع بيوقف سيارته وبيمشي 2-3 ساعات بالحراش، منطقة خضرة ورا 4 من هيك. تيجي تطلع من لمتين الضيعة داير من دارة كلها حراش، بتصال على تلي لفوق على بقلاية على السد، أطيب مي بلبنان، وخاصة بلمتين. جدودنا حفروا أساطر من فوق ونزلوها على لمتين، يعني لمتين الضيعة الوحيدة لدولة ما دخلها بميتها، تشرب من مي من عندها. بترجع بتكفي بلمتين لهون على الزعرور، تعمل سكي إذا بدك، تنزل على المنبوخ بتاكل فواكه، تطلع على صنين، على قاعرين إذا بدك، على شمستار، على بدنية، هو كلهم بعدك بحدود المتين. هاي وادي الجماجم هون 500 متر عن البحر اللي هي بيطلع منها نهر الكلب، تصل لهون على آخرها وادي الدلب بصير اسمها، تطلع على صنين 2,400 متر. طيب بعد ما عرفناكم على الشخص العظيم اللي وراي، خلينا أول شيء بونجور، قلت لكم اليوم في 2 لايف، اليوم رجعنا على المتين. لمتين اللي حضرتوا الحلقة تبعها تقريبا من جمعة، ضيعة كتير حلوة قديمة راقية من أكبر ضيع لبنان، والوحيدة من بعد دير القمر يلي فيه الساحة تبعها هي مثل ساحة الملوك. إذا بدكم الديكور تبعها بذكركم بشوف وبدير القمر بإمارات لبنان القديمة، لأنه كان فيه بيت أبي لمع هون. تعرفت على هالشخص العظيم اللي وراي اللي اسمه مختار مارون، وقلت له رجع لعندك، صرنا أصحاب، حسيت كأنه بعرفه من 20 سنة، بس تعرفنا على بعضنا أقل من ساعة مرة الماضي، وقلت له جاي أقضي معك وقت ساعة يمكن أكتر، تتخبرنا كل شيء عبالك، تنتعلم منه سوا، تخبرنا عن ضيعته، تخبرنا عن حب لبنان، تخبرنا عن التراث، عن التاريخ، تخبرنا عن حب الأرض، تخبرنا عن كتير أشياء. فاليوم خليه يبلش المختار يخبركم عنه، عن ضيعته، وبنكفي من زمان قطفنا كم تفاحة تاني كلهم. خلينا نرجع نبلش، تخبرنا عنك بعد ما قلت لهم اسمك وبعد ما قلت لهم شو بتعمل. أنا مزارع أول شيء، هيدي الشغلة اللي بفتخر فيها، يعني فران ومختار على دورتين،
هديك اثنين قبل المخطرة يعني. عندي حب للأرض، أكيد حب لضيعتي يعني. الشجر اللي زارعه أنا بقول لك كل شجرة قيمة زراعة يعني. يعني هودي الكبار اللي هوني بواحد واحد 87، هودي بالتسعين 92. هلا بناكل تفاح بيطلع بكير. حب الأرض من وين بيجي؟ لايك حب الأم، الأرض أم. اللي أمه بتربيه بترضعه على صدره وبيكون عندها حد بيتها أرض، مثل ما بيتعلق بأمه بيتعلق بالأرض، لأنه هي الأرض أم. والأرض ما بتكذب وما بتمثل أحدا، بتعطيها بتعطيك، حتى لو ما عطيتها بتعطيك. بدك تنتبه على النازل. حلو كتير. كل نوعية أرض إلى شجر. هلأ هاود التفاح مزروعين بواحد 1.87، وهو الكرز كمان. هاي التفاحة بعدها هالقد والكرز صارت هالتخنة. هاي أرض كرز. مختار، بدي أرجع حدد، نرجع نحكي شوي عن المتين. تاريخياً فرجيتنا مرة الماضي، نواويس الصورة. أيوة. صح. خبرنا عن المتين تاريخها لأيمتن قديم. هلأ تحديداً أنا ما بعرف بالضبط، بس هاي النواويس الموجودة هي نواويس فينيقية بعدين الرومانية، بس تتكون هاي النواويس موجودة بهذا الحجم هون يعني في كان في مملكة هون، لأنه الأشخاص العاديين كانوا يندفنوا عادي، بس إنه الشخص اللي يعملوا له نواوس طوله 5 أمتار بعرض 3 مع غطا هرمي نحت كله، كان في ممالك هون. أيامك كم نواوس بتذكر؟ أنا بتذكر فيه كان أكثر من 20. وكنت وشفت عدد فيه؟ أكيد 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 أكيد. كنا نروح أولاد نحن نلعب، لأنه ما كان في طرقات وسيارات، نطلع من المتين بس تخلص المدرسة نجي لهون نقضي كل الصيف هون. بنلعب ونروح نشوفهم يعني، في منهم زيحينهم، في منهم كان في كل عظمة يعني الساق، عظمة الساق كانت بحدود المتر يعني، كان في شيء قديم كتير يعني. عم تحكي انت من شيء 57 سنة يعني. مختار قلت لي مرتمات الجملة ما لحقت سجلها، قلت لي الحضارة بقيت سنين سنين والعالم المفكر حاله متحضر اخر حاجة 10 سنين خرب الدنيا. رأي اللي هي صحيح صحيح صحيح، لكن عادة بس بدك تبني شيء في أساس له، بتطلع بالأساس وبالأعمدة وكذا وكذا وكذا. نحن أخذت سنين، هاي أخذت عمر لنبنيت كل هالحضارات وهالطبيعة الحلوة وكذا. إجا إنسان خلال 10 سنين، هاي الفوشة التكنولوجيا بهول 10 سنين بمحل كان إلهم حسنات، وبمحل تاني عملوا الكون كله ضيعة، وبمحل تالت فسدوا كل الكون. يعني في إيجابيات وفي سلبيات. نحن جذور، في شيء اسمه جذور، نحن متعلقين فيه، والأرض هي جذورنا يعني. هلا بقول لك خير، أنت بتسافر بتروح بتجي، أنا ما بسافر، ما بروح ما بيجي. أنت هون كل حياتك، كل حياتي كل حياتي، وإن شاء الله إنه بدي أندفن هون أكيد. ليك هون إذا بتطلع بالسماء بتحس حالك قريب. في حدا مرة كانوا قاطعين صبايا على الطريق، عم تقول له واحدة والتانية ليك هون السماء زرقاء، ترى الجماعة قاعدين ببيروت ولا مرة شايفين السماء زرقاء. كيف واحد بيقدر يتعلم يصير يحب ضيعته مثل ما أنت بتحب ضيعتك؟ يا أخي هي الحب حب بيخلق معك، بس أنت لما تعيش بأرضك بتحبها، لما تزرع شجرة بتصير تعاملها مثل ما عم تعامل والد. بدك تزرع الوفا للأرض. إيه بدك تزرع، بتصير تحب، ما فيك تزرع بشغلة ما بتحبها، بس تزرعها يعني بدك تتعلق فيها، بتصير كل يوم تطلع تلاقي عملي زهري هون، عملي شغلة إجت عليها مرض بتداويها. طب الناس كلها عم تروح على الزراعة، واحد وين ببلش وشو ببلش؟ ليش حضرتك قررت تزرع شجر أو خضرة؟ الزراعة صعبة هينة. ليك الزراعة لأ لك شغلة، الشجر ممكن الشجر تقدر تزرعه بدون مي. يعني هذا الشجر اللي شايفه هون بقى فترة طويلة زرعته بدون مي، وكان هدفي وقت أزرعه إني أخلق شيء أخضر قدام بيتي، لأن يعني كانت كلها شوك. جبت ما كانش في حتى بوكلين، كنا من هذا التراكتور الدفش
عملتها هيك شكل جلالي. اليوم كل اللي عم بيقولوا لنا زرعوا زرعوا على البلكون، زرع يا اخي، زرع قدام الباب، زرع بالباركينج. يا حبيبي بدك مي للزريعة اذا بدك تزرع، ما هي المي انت عم اذا بدك تشتري لهم مي، والدواء انت تبع الزريعة عم تشتري بالدولار. اخر شيء بتطلع انه هالشوية الزريعة عم مكلفينك قد ما بدك تشتري 100 مرة. تاني شيء هالمزارع اللي زارع هالسهلات الكبيرة البقاع والجنوب، طيب هذا شو بيعمل بالبضاعة تبعه؟ إذا كل واحد على البلكون زرع خس، يا أخي هذا اللي زرع 200,000 خس شو بيعمل فيهم؟ هذا أخذ له مياته وغلاله سعر الدواء، وآخر شيء لأنه مش شغلتك الزراعة بدها تروح الخس. يعني سوري على الكلمة، بعصت حالك وبعصت غيرك. يعني أنت اليوم شو بتقول؟ لازم الزراعة تضل للمزارعين؟ يا أخي إيه، هذا مزارع ادعمه، ادعم هالمزارع ليعطيك إنتاج منيح بسعر مقبول، لا هو يموت من الجوع لأنه أنت عم تزرع، ولا يسرقك. يعني هيدي لوزة إذا لقيت فيها حبة. خلينا بهالوقت فرجيكم شو يعني واحد يأكل تفاحة من هيدا. نشوف اللوزة، شايف ولا لوزة؟ إيه شو هاي حبة كبيرة. واو لازم تتأشر هلا صار الموسم او دغري مثل ما هي؟ لا بدها تأشير. اي بس رح دبق. ف هيدا كان بدي اعمله، اسمعوا. واو حموضات عظيمة. مش معقول. هيدي اسمها تفاحة الكاس. تفاحة ال؟ كاس. الكاس. طيب كتير مع ملح. هاي اخي صغيرهم هودي الثلاث شغلات هون بالزيت. سوبر جوسي. كتير حامضة. رائع. هلا انا بخبرش حدا. واو. هلا انا عندي امي كمزارع وهي التالي او احدهم او انا بدي بلش بهالمشروع. ما بقى بدنا نرش سم، عم نرش سم عم ناكله، عم نقتل العصفور او الطير بالعموم. اكبر جريمه عم نعملها بحق ذاتنا مش بحق الطير. الطير هو الله خلقه يوازن الطبيعه، كل الامراض اللي بتيجي على الشجر بياكلها، نحن منقتله ومنجيب سم منرشهم ومنكله. يعني هيدي شغلة جريمة بحقنا بحق بلدنا بحق الناس بحق أولادنا. عم نقتل كل شيء، كل شيء، عم نقتل النحل، عم نقتل كل شيء. يعني ماشي البومة تاكل فارة، نحن منقوص البومة بخش ودك فيها. يعني أنا يعني عم حاول إني بلش رش إشياء بيو، يعني إشياء من الطبيعة. إن شاء الله إني أقدر أوصل لنتيجة معينة، لأنه أول شيء بتخفف تكلفة شراية دولارات أدوية، تاني شيء بتخفف سم عليك وعلى الناس. شو بترش؟ إذا بدك ترش أورجانيك أو بيو شو بترش؟ يا خي هلأ بالمبدأ في شيء خلطة توم مع حر مع أشياء من هذه بتخلطها وبترشها، بتعطي فعالية بس مش على مدى، يعني يومين ثلاثة. هلأ في إذا بدك هاي معلومة لكل اللي زارع شوية بندورة شوي، الرماد رماد رماد الفحم رماد الحطب ينخلون ويجيب منفخ صغير ينفخهم عليهم، بيحمون من الحشرة اللي بتجي بتدود البندورة، يعني بتبخ على البندورة. هاي بالزراعة أنا أمنيتي يعني بلبنان يكون عندنا مختبر يعالج هاي المشكلة. يعني أول شيء جريمة يمنعوا الصيد نهائيا. تاني شيء كل الطير الموجود، يا أخي العصفور اللي عم يأكل كرز، مش هيك؟ أنا نزلت صورة على فيسبوك عصفور غط على إيدي، عم بحكي أنا وياه يعني، قلت له يا صديقي شوي شوي على الكرزات، عم تأكل كتير كرز يعني بتنقضوا يعني. قال لي يا صديقي هودي ربنا زادن على الشجرة كرمالي.
انت حصتك هالقد بس هودي نقرت انا هودي زياده من عند الله يعني هاي حصتي. حلو. هيدي الحصه اللي بيزيدها ربنا بيزيدها للي مارق حد جنينه لياكل بيزيدها للطاير كمان لياكل لانه هو عم ياكل من عندك كرز صح بس بالوقت ذاته عم ينقي لك جنينه. حلو كثير. طب خبرني شوي عن الضيعه رجع بس قديش كبيره تعتبر من اهم اكبر ثلاث ضيع بلبنان أكيد. شو بحدها وبعدين خبريه مرة الماضي كمان ما كثير ركزنا عليها ليش اسمه وادي الجماجم والوادي تحت وادي الجماجم اللي صورناه مرة الماضي بيطلع من نهر الكلب من نهر الكلب ببلش وادي نهر الكلب كل الجيوش اللي كانت تنكسر على الساحل المعارك كانت تصير على الساحل مش بالجبال ينكسر الجيش وين بده يروح قدامه بحر وراه جبال يطلع بالوادي بتبلش وادي نهر الكلب بعدين جعيطه بعدين جسر المير بتصير منطقه التغرين بتطلع بتصير وادي الجماجم وادي الجماجم لانه اكيد لقوا فيها اكبر كميه جماجم موجوده يعني لا لانه اللي كانوا هون اللي كانوا هون بالمنطقه واللي هن تاركين اثاراتهم يمكن كان هالجيش اللي طالع يقتلوه بهالوادي ما فيش روح يهرب لمحل من هيك سموها وادي الجماجم من هاي الوادي نهر الكلب جعيطة وادي الجماجم بتصير هون وادي الدلب صرت تصنين هيدي هلا بالنسبه للمتين وكبره صحيح هي المساحه يعني بين 70 85 مليون متر مربع اذا بدك شو بحدها عد ضيع عد معي اذا بدك نحن هلا بالمنبوخ مثلا بحدها بس كنت المتين بحدك فرد بيان ترجع بدنايل شمسطار تيجي اعريم حزرتا كفر سلوان ترشيش مجدل ترشيش عين طورة بتنزل بزبدين بترجع سفيلة حد بعبدات بتطلع القعقور الخلة عين زيتوني عين صفصاف بولونيا المروش يعني بوارتي من ضيع 10-12 يعني هي منطقة بكاملها وهي مثل ما قلت لك طلقت المتن بتلقطه بالبقاع بتلقط المتن بعبدة المتن الجنوبي ما عادش في متن جنوبي يعني صار اسمه بعبدة تقريبا تجي بنص لبنان وقريبة على بيروت هلا الخبرية الحلوة حكينا عن المحمية سجلتها طبعا حكينا عن المحمية بالأول أنه أنتوا عم تشتغلوا على موضوع أنكم تصير محمية كل الجبل بينكم وبين بعبدات مش الجبل هي المنطقة هي منطقة خضراء يعني ان شاء الله لا هاي المحمية 10 دقايق من بيروت بتكون انت بالمحمية اللي بده يجي على متين اليوم شو في يعمل في مطعم في سياحة شو هيك اول 5 أو 10 اشياء بيقدر يعملون عندكم بالضيعة لايك اول شيء في عنا جمعية درب الجبل هاو شباب وصبايا مهمين يعني في كمان اشخاص مهمتهم ياخدوك بالحراش يدلوك على مناطق موجودين في مطاعم قد ما بدك يعني انت بقلب المتين في خير الله في شو اسمه فوق الكبان تطلع من المتين كلها هيدي قصر البحيرة زهر الربيع كل هاي المطاعم اللي هون كلها متين كل المطاعم اللي بتشوفها انت طالع من المروج طلوع كلها متين هلأ شو في يعمل في يجي تفرج على الساحة في يتصل بهودي جماعات اذا عبيره يمشي مثلا الوزير بسليمان وزير بسليمان كل احد بيمشي مع هاي الشبيبة بيروحوا بالحراش يشوفوا أثارات يعني في أشخاص شغلتهم بدك تيجي على متين إذا بدك بالشتة تعمل سكي تطلع لهون معناش بحر أكيد يعني كان بعدنا أصلا لك بيعمل يلا شو زارع هون شو بعد عن هون بعدهم صغار هودي صغار هلأ فوق أنا زارع بندورة خيار كوسة لوبة فوق البيت أنت بتشتغل كل يوم بالفرن إلا تنين إيه إلا تنين وبهيدا البيت نطلع نشوف البيت إيه يلا هلا لقول لك شغله خبرهم هاي للمزارعين هيدي النجاصة اللي هون لأنها حد الطريق هيدي ما بتشرب مي وما بتنرش وبعد شوي ما بتعود تشوف النجاصات تبعها من كثر التراب من التراب ايه بس التراب اللي بيطلع عم يحميها كل سنة ما بيكون نجاص إلا منه كل النجاص اللي بجنينة بالاخر الزراعه هي علم واحد بيتعلم من ارضه ومن اغلاطه صحيح صحيح هي علم وحب الشتله او الشجره
صحيح هي كائن جامد يعني، بس انه بتحس انه عندها شعور بصاحبها. انت عم تسقيها بتحس ورقة عم بيهزه. هلا صرنا شاعرية. بتشحلها بتحسها مبسوطة. ترك شجرة هيك بعيدة بتلاقيها حزينة. هلا انا ما بحب احكي عن الفرن لانه موضوعنا مثاني. اكيد مثاني ما لي حق ادخل اشياء خاصة فيها يعني. اكيد عم ادعي لمحل. قلت لي شغله مرت الماضي على بالي نرجع نحكي فيها، كان خدها متى لكل تضيع. انت حر تحكي فيها او لا، بس الفكره انه عندك نظريه كتير حبيتها بتقول انه ما تروحوا تفتشوا على اللي فل من لبنان تتشتروا منه ارضه. أوه. بالعكس قولوا له رجع لانه عايزينه، ما تروحوا تقشطوا ارضه برخيص، بالعكس اتركوا له اياها. هالشيء ضروري تحكي عنه. عند الناس هن اللي بيروحوا بيضحكوا على اي مغترب ليشتروا له ارضه. يا اخي هذا ثروه لنا نحن في تاريخ هجرة من لبنان، تاريخ هجرة من 1800 وشي. طيب انت هذا قرابتك او شي عنده ارض، يا اخي روح اتعرف عليه قل له انت عندك ارض، خلينا نزيد لك ارضك ورجع، شو عندك استثمارات نحن جاهزين بنأمن لك اياها. نحن عنا لا، بيروحوا بيضحك عليه. عندك هيك جلين ارض هونيك شي محل، خذ هذه قرشين وبيعنا اياهم ليجوا يسمصروا فيهم. اذا كان عم يفكر هيك يرجع شي مره بيقول لك خلص شو بدي ارجع اعمل، كان عندنا ارض وبعناها. هني هاي البندوره، هيدي قرع قدام كوسا وقدام لوبي. هلا هذا انا مش للتجاره يعني، هاو للبيت. هاودي بزرعهم بالصيف، انت قاعد هون. شو هالزلمه الراكي، بحب اقعد معك ساعات ساعات ساعات، كل كلمه بتقولها فيها منفعه، واحد لازم يتعلم منها. تاكل كوسه ناي؟ هيك كنت انا اتساءل انه انت اول مزارع بعرف فيه بياكل كوسه ناي. اخيرا انا كنت اتساءل انه ليه بيقولوا هاي الشغله طعمتها مثل الكوسه. قلت انا نهار هيك عم بسقي الكوسيات بدي ذوق، طلعت اطيب من الخيار 100%. اتفقنا فاينلي. وفيني اقول لك شغله بس مختار، انه الورده تبعها زقليتها ولا اطيب من هيك ما تكبها. اسمع مني، مع بيض وطحين وبتقليها ولا اروع من هيك. او فيك تحط فيها رز ولحمه مثل الورق عنب كمان تعملها. بتتذكرني ايه لايك خودي السفره هلا مجمعهم عجيم. طيب كوسيه نيه طازه دغري ديليشس. هودي سلق بعد الصغار، هودي لوبي، هاي البادريه اللي عم نشيل منها بذر. كل العالم عم تحكي هالسنه باللوبيا البدريه، شغله شيء كثير مهم. هن عم يحكوا فيها هلا، نحن من وقت خلقنا هيك. هول لإلك كلهم. لإلي؟ هول الزريعه للعائله لإلك. انا بهالدنيا ما بملك شيء، جاي المشوار يمكن مش مطول كمان. شو قوي. بتعرف شو دائما بقول؟ الحياه ممر مش مقر. اكيد اكيد. فما تتصرفوا فيها للارض مثل كانه بتملكوها، اتركوها للي بعدكم. انا ما بملك، قلت لك ما بملك شيء. قوية انا مارق مرق الطريق قد شو هالمشوار ما بعرف. انا كنت فليت، رجع ربنا اعطاني فرصه جديده وانا بشكره يعني. شو حلو يعني. هيدي اذا بدك خارج التسجيل او بدك تسجيل ما عندي مشكله. انا جاني كانسير، عملت عمليه كبيره وكان في يعني 6-7 اشهر الفتره اني اعيش، ورجعت انسان طبيعي وتغيرت كل نتائج الزرع والحمد لله. لا كيف اكيد بدي اصور هذا الشيء، اكيد بدي اخبر العالم لناس تتعلم وتشوف وتقدر الدنيا. بصيروا يتخانقوا على مفتاحي لا مش مفتاحك، لعبتي مش لعبتك. يا حرام ساعة الواحد بيشوف الموت. ليك انا اجى عندي كونسير وبكذا محل، غدا اللمفاويه، بروستات، مبولي، كذا كذا، مصران،
رحت كذا مستشفى وكلهم يعملوا لي نادور ويشيلوا ويزرعوا وخزعة و... آخر شيء أوكي أوتيديو شلنا كل هاي القصة. من بعد سبعة أيام قلت لهم أنا بدي فل، قلت لهم بدي موت بالمتين، بديش موت ببيروت. هلأ بيجي الحكيم بيقول لي هاليلويا، قلت له أنا صوتي ما عم يطلع يعني، كان صار وزني 50 كيلو. قلت له أنا شو بيك عم بتهلل؟ قال لي طلعت نتائج الزرعة كلها نظيفة. قلت له طيب ليش تشيلهم؟ قال لي يا أخي هيدي الصور يا رميت وهيدي الخزعة وهيدي كذا كلها مضروبة، بس شلناهم طلعوا نظيف. زعلان؟ قلت له لا. قال لي انكتب لك عمر جديد. قلت له سلم ليه ربنا، يعني أعطاني فرصة، ما بعرف قد ايه بتطول يعني، بس قبل ما اعطاني اياها وهلا انا موجود هون ماني مالك شيء، مشوار طريق قد ايه فيك تعمل فيه منيح، قد ايه فيك تزرع محبه، عرف كيف؟ هودي زواتك. وبقيت ما بقى كله ما له عازم، لا الفيلا تبعك ولا السياره ولا شيء، في محبه الناس لك، في سلام بقلبك انت وعائلتك، في عايش مع الطبيعه يعني متصالح انت وربنا، انت والطبيعه، انت وخيك الانسان، انت والحي، انت والعصفور، انت والكلب. هذا كلب جعان اجى لهون، هذا عصفور كان بقطع ايدك يعني، بس كيف هودي؟ تصور واحد هني حامي برودي عم بقوص لك على العصافير. طب ما هيدي جريمه. التربيه عنا غلط من نحن اولاد صغار، الصياد والحطاب، وهن العن اثنين، الصياد والحطاب. أوي معك حق. يا أخي شو الحطاب؟ حطاب عم بقصر لك شجرة خضرة، والصياد عم يقتل لك الطبيعة، عم يقتلك. كان فين صورة يجوا يقعدوا هون على هاي الشجر؟ صرنا صحبة كل الصيف. نهار لقيت حدا مقوصن على الطريق فوق وعم عم ياخدوا سيلفي هني وياهم، بعدين زتون على جنب الطريق. يا أخي شو بدك فيه؟ هاي التربية الغلط اللي نحنا تربيناها نحنا وصغير، نحنا وصغار. اليوم من الحضانة بالمدرسة مفروض وزارة التربية تحط لمن حدا عم بقوص عصفور عم يقتل حيوان يسموه مجرم. ساعتها هالطفل الصغير بيشوف بيو حامل برودة بيقول له أنت مجرم. لازم نتعلم نحب الطبيعة يا خي، نحن عنا أجمل طبيعة بالكون، أجمل طبيعة لك يا خي. بشرفك طلع بالسما بتحس هيك أنه أنت بعيد عنا شبر، طلع بهالخضار بهالجمال. لا نحن ما بنشوف الا بس رقم سيارتي قد ايش هو، او رقم تليفوني قد ايش هو، او البدله اللي لابسها، او البوت اللي لابسه. يا خي لا يا خي، طلع بهالدنيا ربنا شو عطينا جمال، شو عطينا حب، شو عطينا حريه. خلينا نطلع من علب السردين قاعدين فيها وقدام اكرانات اللابتوبات وجمع مصاري وبورصه، وقد ايش فينا ننهب من هذا؟ لك لا يا خي، هذا خيك الانسان، هذا خيك الانسان، عيش انت وياه. بالنتيجة قدايبك تعيش 100 سنة، بدك تفل، بدك تفل. شوف هذا الهواء اليوم انت هاني قداي اليوم حرارة بيقولوا 40، ما بعرف قداي. شوف هذا الهواء مقانع، شو يمكن بعد 5 دقايق تشتت الدنيا. ما انت بدك تتسالم مع هالدنيا، وهذا السلام اللي بيكون بقلبك بيكون ولا اروع من هيك. ننزل على البيت وبنعمل قهوة؟ هي. يلا نشوف هذا الزلمة قطع قطع. واحد بيتعلم كل يوم، واحد بيتعلم كل يوم، بيسمع وبيتعلم، اسمعوا ونتعلم. والمشكلة عنا بطبيعتنا الإنسانية إنه واحد ما بيقتنع إلا ما يتعلم من كيسه، وبينسى إنه في ناس عاشت 30 و40 سنة زيادة وقديش عندها خبرة أكتر. هو الأشخاص اللي بحب ألتقى فيهم لنتعلم منهم. هلو هاي بيت صغير حجر، قعدة لذيذة. والله يا مختار بتعيش 100 سنة. لك بكيت طلعت قهوة، نزلت افرجيك نبع المنبوخ.
منعبي جالون مي وشوف قد ايه نسبة البرودة فيها. يلا هيدا الاستقبال، هيدا اللبناني وكرم اللبناني. خذ هيدا الطريق. بونجورك. بونجورك، كيفك؟ نية ماشي الحال. انت خيو المختار. ايه بس بدون صورة يعني. خلي الصورة عنه كثير بس. حطلو دايب الماين سعر. حطلو دايب الماين سعر. بعد ما خبركم عن هالسيارة. هالسيارة قطعة قطعة منيح. يلا. صفيت سيارتي بعيد والمختار قال لي تعا تنفرجيك هاي شو بتعمل. بتعمل ايش دعاية يا زلمة؟ هاي شو بتعمل؟ هاي سيارة موديل الثمانينات، أربعة سلندر، أتعس سيارة بالعالم. بس هي قصتها إنها معودة تمشي على هاي الطرقات يعني. لايك السيارات الجديدة أنا معي كبير برايزر. جيت برا لأطلع فيها هون. دغري راح الشيء اللي على الدولاب الكبير اللي بيلقط على الدولاب. فكيناتهم على بلاستيك. بهذا حديد. هلا في هون منطقة اسمها نبع المنبوخ. نبع المنبوخ نمدوا من هون أول مرة سنة 27. 1927 نزل من هون على بعبدات برمانه بكفيه طور شوي البولونيا عنتوره المرور كلها بتشرب من هذا النبع. بعدين رجعوا قووه مره ثانيه بس نحن ما راح نقدر نفوت عليه لانه فكرته مسح المياه المتن الا المتين ما بتشرب منه هو بيطلع من هون. من هون تاركين لنا محل رايحة منه مي ليسقوا ناس أرضه بس هاي المي حرارتها صفر هلا يعني ما فيك تحط إيدك فيها أكثر من ثواني. زين نشوف رائع هالزلمة رائع رائع عم تعيشوا معنا لايف إكسبيرينس بنص الحرش بين السهول. هيدا طقسنا اليوم هوا قوي حلو دافي ونحن على علو 1500 متر بضيعة اسمها المتين فوق بولونيا ودهور الشوير عكعب جبل الزعرور تبع السكي والمختار مارون بيحب ضيعته كتير. هودي الأساطير اللي مدوا سنة 27 27؟ ايه سقوا المنطقة كلها ليك قدايك تكمل كامل. هيدي الأساطير الحديد القديمة هي كانت تنتلي مي 8 انش أو 10 انش هي 27 الجديدة هيدي مدت من بعد ما نبشوا النبع الأساطير اللي تخينة هيدي صار خطين مي. هذا بيروح النبع القديم اللي هو هون وهذا النبع الجديد اللي فوق بيسقوا هاي المنطقة كلها 27 حلو. انجوي تجي من تحت الجبل وبتضلك كل السنة؟ كل السنة عم لك في 50 ضيعة بيشربوا منها يا زلمة. حط ايدك تحت. واو ما فيك أكثر من 10 ثواني. صفر تجمد ايدك صفر بتفوت تجي من قلب الجبل. وعبينا المي تروح نعمل فنجان قهوة. هلا هذا هون نبعه، هذا المصدر تبع المي هيدي هون. النبع الجديد اللي هو دوب العنا من فوق.
عاملين له نفق شي 30 متر. هيدي الارض اللي بتفرجيك اياها هلا، نحن ايامنا كانت تنزرع قمح لانه ما كان لها مي تشرب. رجعت الناس تزرع قمح. وين بده يزرع قمح؟ وين في يزرع قمح؟ كانوا يزرعوا قمح، وهيدي كانت بيادرهم، يجمعوا القمح يجي على البقر يحطوا شيء اسمه مورج، ونحن اولاد نركب عليه نقعد على هالمورج يصير يبرم ويدرس القمحات. منه المزارع يشيل تبن للشتي للبقر تبعه، ومنهم يشيلوا قمح. هاي المنطقة بسموها الخرايب. هاي الخرايب هي منطقة أثرية على بس انه واقف هون في هاي الأرض المزروعة. كان في أبو قديم كتير يعني. بعد في شوي منه هنيك على الزاوية هذيك. هيدي فيها صخور يظهر انها كانت معمرة. هاي المنطقة انها كانت معمرة تسموها خرايب. هون في بهاي المنطقة بيقطع قصر فخار يمكن عمره شي 1000 سنة. بيجي من فوق من المي بيجيب كان لهون. هاي كانت هون بعتقد المنطقة المقهونة. فيها صخور كبيرة كانت غير شكل. تلعب بكرة عن فيروز؟ شو هي الغنية؟ خدني زرعني بأرض لبنان. تاني مقطع بيقول بالبيت يلي ناطر التلة. هذا البيت اللي هون هو البيت اللي ناطر التلة. هي بتكفي افتح الباب وبوس الحيطان اركع تحت أحلى سما وصلني. هلا أبواب العتيقة عم تندهلي وصوت النهورة ينده الغياب. وعيون عشبابيك اندهلت اصحاب نحن اصحاب. هاي فيروز اجت شي مره لهون. يا سألني شخص دكتور قال لي بكرة إذا طلعت لعند ربنا وقال لك شو عملت أنت بهالدنيا شو بتقول له؟ قلت له يا دكتور يعني أنا بقول له كان في عندي شي 4-5 آلاف متر أرض شوك عملتهم خضر ساعدتك بتجميل الكون. Finish and forward.
بدها مع المية. شو طيبة قديش في ناس منكم عايش بالمدينة ما بيشرب إلا purified water، يعني الأنين المطهرة. ساعة الفينا نشرب من الأرض، من صخور الأرض. واو. نسكب قهوة. ايه معلوم. صب. بدك. اصلا ميلاد خيي كان بالسعودية. اشتغل مقاول هوني. هلا بفترة الكورونا كان هوني. اجا هو سابع حد هالبيت وعمل حجر هون. طيب قبل ما نودعهم شو بدنا نقول لهم بعد؟ عنك عن الضيعة عن الزراعة. بنقول لهم المتين هي بالنسبة لي أجمل ضيعة، مثل ما هي كل واحد ضيعته أجمل ضيعة، يعني هيدي مش مزايدة. الشغلة الثانية بالنسبة للزراعة هي علاقة بين الإنسان والأرض، ولا أجمل منها هي العلاقة بين الإنسان والزراعة والأرض. بس بتمنى على اللي بيقولوا لكل الناس روحوا زرعوا يأمنوا لهم ماي ودواء، أو يتركوا المزارعين يساعدوا المزارعين، طيب المزارعين يأمنوا هالأشياء الخضار للناس بسعر معقول، ما يخربطوهاش ببعضها، لأنه أنت عم تشتغل عم تزرع ناطر بعد شهر لتفرخ وتتطلع وتتنزل، يعني عم بتكبع عم إذا معك ليرتين مخبيهم عم تحطهم عليها. بالنسبة للطبيعة ربنا عطانا أجمل طبيعة، نحن أقل شيء لازم نحافظ عليها، خاصة الطير، خاصة الحرش الشجر. بالنسبة لأنتوني رحيل أنا بشكره مية، يعني بيقولوا ألف شكر، لأنه إجا الوحيد أو من القلائل اللي فرجوا وجه المتين للدنيا، مش للمساحة القريبة، للدنيا كله. ألف شكر لإلك أستاذ أنتوني، وجد أنا فخور أني تعرفت عليك. وبالنسبة للمتين إذا بدنا فيها حقها بكل ما فيها بدها يمكن 10 حلقات. أنا إنسان من الناس العاديين، مزارع بيشتغل بإيدي، فران مخطرة بيخدم الناس مش أكتر، يعني خادمكم مش مختاركم، يعني أنه هن بيعرفوا الناس لأنه أول مرة انتخبوني وتاني مرة لأنه بيعرفوا أنه أنا عندي المخطرة هي خدمة الإنسان. بشكر الله على كل شيء وأهلا وسهلا فيكم.